من خلال إعطائه انطلاقة تشييد جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية سنة 2012، سعى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إحداث مركب جامعي مبتكر بتواجدها ببنجرير في قلب المدينة الخضراء محمد السادس. تندرج الجامعة في إطار فضاء حضري يمنح الأولوية لجودة الحياة والديناميكية الاقتصادية. ترتكز الجامعة على البنيات التحتية للمدينة الخضراء وتستمد إشعاعها من نظام بيئي لأقطاب التميز. تقدم الجامعة المشيدة من أجل البحث التطبيقي والابتكار برنامجاً يستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب والقارة بأكملها. توفر الجامعة بيئة تشجع التجارب والتكوين العلمي وتطمح إلى استقطاب الطلبة المتميزين. الهدف جامعة من المستوى العالمي في خدمة إفريقيا. من خلال المساهمة في تكوين قادة المستقبل في القارة، تعمل الجامعة على تعبئة كبار الباحثين من بينهم أبناء الجالية المغربية بالخارج. التحديات كثيرة: الأمن الغذائي، التنمية الاقتصادية، التصنيع المستدام. تتبنى الجامعة نهجاً لتحفيز التجارب، تعدد الاختصاصات وروح المقاولة بهدف وحيد: ملائمة نتائج البحث والتطوير لاحتياجات كل منطقة. استناداً إلى نهج لتطوير الشراكات، تعمل الجامعة على إعداد برامج البحث بشراكة مع جامعات ومعاهد مختصة بالمغرب والعالم. برامج من شأنها تحويل المغرب إلى بلد رائد في الابتكار والمساهمة في نشر المعرفة بإفريقيا. بصفتها مؤسسة مواطنة ومسؤولة، تسهر الجامعة على مشاركة المعرفة مع المجتمعات من خلال اعتماد سياسة شاملة لاستقطاب الطلبة على أساس الاستحقاق والتميز. Comme un grand nombre de mes camarades, nous bénéficions de bourses, c'est-à-dire que notre université est basée sur un modèle social très juste qui bénéficie à une grande majorité des étudiants et qui nous permet de vivre dans un campus très agréable. يتوفر الحرم الجامعي الذي يعتبر أول مشروع مغربي شيد حسب مواصفات الشهادة الدولية ليد على بنيات تحتية، تجهيزات وفضاءات للعيش توفر الرفاهية لجميع أعضائه. جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مدينة للمعرفة والبحث والابتكار، فخورة بترجمة رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية مستدامة للمغرب والقارة الإفريقية.